في روسيا على الرغم من تزايد مخاوف العالم الاقتصادية لا سيما من معدلات البطالة، لكن هناك مخاوف الروس لا يبدو أنها تتزايد. فعلى الرغم من العقوبات الشديدة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، لأن الاقتصاد الروسي ينمو بقوة، إذ تبين أن الإنفاق المفرط في وقت الحرب ينشط الاقتصاد بشكل كبير. من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بأكثر من 3% بالقيمة الحقيقية، وهو معدل أسرع من 95% من البلدان الغنية حسب مجلة The Economist البريطانية. أما في مقياس نشره بنك جولدمان ساكس، فإن الاقتصاد يتسارع والبطالة تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، والروبل في وضع جيد. ووفق مقياس وكالة الإحصاء الروسية، فإن ثقة المستهلكين أعلى بكثير من متوسطها منذ تولي فلاديمير بوتين السلطة منذ عام 2000،